اي نعم، الشخص اللي كان الاتصال مع ان هذا الموضوع يعني لا لا هذا الكون وديكم. زين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. زين الحين انتم معلش لا تختلفون، معلش بنتصل له، سجلوا رقمه بنتصل له. هذا؟ ايه هذا؟ لقيتوا؟ زين، لقوا المتصل؟ بتحط على الهدارح؟ الضاري على التليفون الجديد بويا، الحين التقنية حديثة هاي، شغل الكاميرا اللي عندكم هاي، هاي الكاميرا ما تشتغل، هاي شغل هاي الكاميرا، هاي 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 الكاميرا رقم 5، شغل الكاميرا رقم 5، وين الكاميرا رقم 5؟ وايد هاي الكاميرا رقم 5. شوف شباب جالسين يتصلون بالأخ اللي قطعني هذا أبو فيصل، ابو فيصل والله ابو فيصل لو تردنا على تليفوننا القديم اخير، ردنا على تليفوننا القديم اخير يا ابو فيصل. اه والله يا طويل العمر تردون تعطوني التليفون هاك الاول ابو قرص تخلوني حذالي وارد انا روحي اخير. زي بس عاد قلنا لك غير الكاميرا يا كابتن. لازم اخي معلي شوي 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 يصير الامور هاي خالي بعدين ما ما انا بقول المكوك انفجر سائر الفضاء وهذا معدين لبن امور كثير يعني. المهم خالي عطنا اتصال لين رد ذاكي، عطنا الاتصال اخي، رد التليفون الاول يا اخي. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الو السلام عليكم. اهلا ابوي مرحبا. السلام عليك. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. الله يطول بعمرك. الله يطول يعمرك ويخليك كيف حالك جميعا، كل عام وانت بخير ان شاء الله. يحفظكم ربي يخليكم. الله يسلمك. الله شيوخنا على هالايام. امين 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 يا ربي. امين بالزايد اخوانه. امين امين يا ربي. محمد بن راشد. امين يا ربي. ربي يحفظكم شيوخ الشارجه ومقوين وعيمان وشيوخنا كلهم. امين يا ربي. خيمه. امين يا ربي. الفجيرة كلهم إن شاء الله. آمين. حبيت أسمع صوتك وأقول لك كل سنة وأنت بخير. وأنت بخير والصحة والسلام والعافية. الله يسلمك. الله يطول عمرك. الإمارات حكامها. آمين يا ربي. من مواطن. آمين يا رب. يا طويل العمر. آمين آمين. يعودكم على هالأيام. مشكور يا أختي، كل عام وأنت بخير. الله يسلمك إن شاء الله. الله يطول عمرك. مشكور. جزاك الله خير. الله يحفظك يا حفظ الرحمن. يا هلا وسهلا فيك. الله يحفظك. مشكور على هذا الاتصال وعلى هذا الكلام والدعوات الطيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ألو ألو. وايد أعمل لك إيه، بهدلتني. أنزين يا طويل العمر، هذا يقول أنا أخوي أنا أقصد امتحانات مدرسة الثانوية الفنية STS اللي مأخرينها لين 22 يونيو، لأن المدارس الدولية كلها تغيرت امتحاناتها لهذه المدرسة. ممكن تستفسرون منهم عن السبب. فالك طيب، الآن عرفنا الموضوع وفالك طيب إن شاء الله موجود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته براشد. ألو الحين عاد أنا ما أسمع، أنت تسمع أنا ما أسمع. ألو ألو براشد. هلا لحظة الغالي، في أنا ما أسمع، يمكن السماعة عندي خلص خلصت البطارية. يستوي خليني أشيك. إيه ميت السماعة عندي مول. يا هات لنا بطارية. بطارية نبغي فيصل. السماعة شغالة فيها بطارية. ألو ألو براشد. أسمعك الحين خالي، أسمعك. وأنا أسمعك طال عمرك. يا هلا وسهلا فيك، اسمح لنا يا طويل العمر. مسموح بالحل يا براشد. قول خالي. طال عمرك براشد، أنا عندي الحرمة طال عمرك قدام في الدائرة. زين هذا الجزء سمعناه يا طويل العمر الآن. نعم. عند أخوي ترى عندها تقول لي إجازة. طال عمرك إجازة مرضية. زين. إني لازم الحرمة طال عمرك تكون طايحة على ظهرها طال عمرك، على أساس إني طال عمرك الحمال يثبت. يثبت الحمل. نعم. نعم طال عمرك. طال عمرك عندهم وحدة طال عمرك في الدائرة بدون ذكر أسامي. الله يخليك ما يخصنا. ما بذكر ما. زين. طال عمرك ما بذكر أسامي طال عمرك. بس طال عمرك إن يصير طال عمرك لعب طال عمرك من تحت لتحت. والله كل يوم يتصلوا بها ناس من الدائرة، والله المديرة مساعدة المدير، يا ريت اني بعد مديرة مساعدة المديرة. طبعا هي طبعا شال الدنيا كلها فوق يعني هي معلش طويل العمر. الله يخليك حبيبي حبيبي طويل العمر. نعم الحين الان لفي محكمة
ولا في مكان ولا لا لا معلش معلش ممكن تسمعني دقيقه اخوي عشان اسمعك بقى خالي طويل العمر هالامور كلها بعدني عطني ادخل في صلب الموضوع هذه الامور وحده قالت له وما قالت له وهذه هالامور كلها ما تعنيني انا ولا تعني المستمعين والمشاهدين طويل العمر عطني ادخل في صلب الموضوع قول لي شو الموضوع الله يخليك إيه عشان انا اتواصل وياك اخوي الناس الباجين شو صار انا ما يخصني فيها كل الله يطول عمرك معلش اعذرني على هذا الكلام اخوي معلش اوكي اوكي طال عمرك تفضل طال عمرك انا بس استفساري طال عمرك هل يجوز ان نابه المدير طال عمرك ان هي توظف او تفنش على كيف طال عمرك والله اخوي ما ادري شو النظام شو النظام عندهم انا ما ادري اخوي ايه سؤال لا تسالني اياه سر الموارد البشريه اخوي الموارد البشريه واسالهم الله يطول عمرك زين هذا الموضوع ان شاء الله تعالى انزين موضوع الثاني طال عمرك انا عندي طال عمرك فريد طال عمرك في الشارجه نعم رحت طال عمرك البلديه على اساس ان طال عمرك يبونك انكري يفرشون اياه عند البيت في الشارع نعم راوني الله حق الله ما مقاسين طال عمرك البلديه وقعنا المهندس ان يفرش لنا كانكري طال عمرك على باب البيت زين الساعه 8 وصل مال البلديه على اساس ان يفرش الكانكري قال والله هالكانكري مو جاي حقكم كانكري حق اللي داوم واحد من البلديه يداوم في البلديه فاحنا يبينا الحين وانت بكنكري مالكم بيوصل عقب ساعه يعني ان شاء الله ما علي حاضرين اتري طال عمرك من الساعه 8 لين الساعه 1:30 الظهر لا بلديه جابت الكنكري ولا حتى تنكر ماي طال عمرك قلنا ما مشكله رحت لهم بالباكر طال عمرك وصلت عند هناك المهندس قال المهندس فالك طيب ما ادري كيف ان شاء الله فالك طيب بنجيب لك الكنكري طال عمرك صار الحين طال عمرك على الموضوع على 4 ايام على هالموضوع ولا لا حياه لما انت نادي ولا سلام عليكم وعليكم السلام فهل طال عمرك انا بعرف ليش ان طال عمرك الرجال يداوم في البلديه الله يخليك ممكن تبعدني عن الامور هاي معلش معلش ابعدني عن الامور هاي انا ما اعرف الرجال ولا الرجال يداوم في البلديه ما. انت الان عندك موضوع هذا معلش خالي عندك موضوع الان انت في البلديه انك من 4 ايام ما يبوا لك اياه وقالوا لك بيجيبوا لك هذا بتواصل وياهم حال مال الموضوع فالك طيب زين فالك طيب جزاك الله خير يا هلا وسهلا حياك الله يخليك يا هلا وسهلا فيك ابوي هذا ما يعني نحن نداوم في البلديه ما يداوم في البلديه ترى اللي يداوم في البلديه بعد انسان نفس العملية يعني السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ما يبتون البطارية خالي وين على الثاني كل شيء عندكم ثاني تراحت البطارية هاي من أمس هاي راميش توا يعني راز طوله هني على شو وين اكسيوز مي دبل اي الله يخليك بس ماشي بي خلص البطارية تعرف كيف قاعد يعرفون البطارية قبل مخلصة ولا لا يحطون لسالمتي خلصة لأن ما لسعتني ويقول لك البطارية ما بزين تتخلص منها كذا بعد لازم تحطها يا تصب عليها خرساني تحطها لا تتكلم جد والله يا تصب عليها خرساني نعم يا تصب عليها خرساني ما بخرساني عاد تسوي لها خرساني صغيروني كذي زين يا تحطها في غرشة وتسكرها تكون محكمة الإغلاق منها إلى مال جام مال هذا مال جبن ما يمشي مال جبن لازم تشرب فيه شاي بس ما يمشي هذا مال جام هاي له اطلق مال جام تطلق هو تحت الريسايكل شاي ريسايكل تراني وين والله ما عندي فكرة يعني ريسايكل مال البطاريات هاي له دبل ايه ولا البطاريات الكبار هايك المرة انا شفت شاحنة كبيرة بيك ابا الداين العود شال كمبيوترات قبل فترة بسيطة شال كمبيوترات الأولية هايك الأولية هاي القديم الأول مول فأنا استغربت الحين نحن نصدر حق الناس ويبولنا الكشرة قالوا لي هذه فيها يدخل في صناعتها جزء بسيط فيها ذهب فالجماعة يبونه يستوردونه من هناك يبطلونه هنا عندنا ويأخذون عن الذهب الكشرة وين يعقونه يعني بلادنا ما يشتوي يخلون بلادنا يبون نفايات من اليابان وهذا يعقونه في بلادنا هني السياكل هاي المستعملة من اليابان يبونه يعقونه هني سياكل مستعمل الخطاف يسمونه الخطاف هذا اللي لونه كله رصاصي هاي لا مستعمل اول السيارات الحين التلفزيونات غسالات ثلاجات تعبان في اليابان مستخدم يجيبونه هني في من اللي مضروب تعال بخبرك ما بهذا كله اللي مضروب يجيبون الشركات عندنا هني شو الكلام هذا ليش اعاده تصدير شيء من بلادنا زباله شو اعاده تصدير الله يخليك اعاده تصدير وين بدوني اعاده تصدير قصون عليه الا فارقه الله المستعان وين هذا ابوي ما شيء بطاري شقا اخذ اتصال شو السحر يعني اخذ اتصال عطني تليفون شو اقول لك انا عطني سماعه مع تليفون اخذ اتصال وين
ما يخص الأولية حين هذا، ما يخصه. شو يخص الأولية؟ هذا الجهاز ما يخصه. الحين انت يوم عندك وحده شيء ما تجيبه هاي تسمع فيها انت؟ هاي خلى عندك روح. لا 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 روح يا رجال روح. عندي غير سر سرنا روح بارك الله فيك. اكو ياب ياب بطاريات ياب بطاريات هذين الناس طورت الحين بطاريات وين؟ اكو ياب البطاريه الرجال. الله لهانك الله لهانك ابو فيصل. فيصل هاي لا اطر رميش هديه الله يخليك رميش تكبس gift for you. بعد البطاريات قبل ترك الحين البطاريه هي الحين عادل طلع الحين فل عطاني شوف فل ولا ياسمين فل ياسمين في الكنترول هناك 6 hours why you not change that from yesterday يا حلاوتك ليش الحين خالي عدنا اتصال نمره واحد الحين اي السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الو السلام عليكم. هلا والله كيف حالك عمي ابو راشد؟ الله يعزك يا طويل العمر بخير الحمد لله رب العالمين. الحمد لله يا رب. حبيت بس ابارك عليكم بنص شعبان الله يبارك فيك بمناسبه رمضان. الله يسلمك بخير ان شاء الله والامارات بخير وصحه وسلام يا طويل العمر. الله يسلمك الله يعزك ما توصينا بشيء اخوي ما تقصر حياك الله شيخ في حفظ الرحمن. الو السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الو وين خالي؟ السلام عليكم. صوت الراديو لو تكرمتوا معلش شدني يا ولدني. الو السلام عليكم ورحمه الله تعالى. الو الو السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ابو راشد يا هلا وسهلا. يا هلا وسهلا بك معك ام منصور. حياك الله يا ام منصور. انا عندي شكر لهيئه تنميه المجتمع اللي عاملاه معانا بالنسبه ان احنا مطلقات نعم وان هم يعني بيدفعوا لنا الايجار مش مقصرين معانا صراحه. بس انا عندي مشكله ان انا ايجاري 75000 ايوه ودفعوا لي 50 وعليا 25. أنا دبرت حالي في 8000 عليا 17 ورحت كل مكان يعني جمعية خيرية كل مكان كل الأبواب متسكرة في وشي ومحامي البناية متصل علي عشان خاطر إن هو عايز يقدم فيها بلاغه كده. يا طويلة العمر جزاهم الله خير إن يعطوني إن شاء الله. بس دوري ليش مكان يعني يكون ما يتعدى 50000 الله يسلمك. ما فيش فين والله فين ما أدري عاد المهم دوري إذا في إمكانية عموما إذا في إمكانية بيتصلوا لك. يا هلا وسهلا فيك في حفظ الرحمن. بس ثواني يا أبو راشد. ألو ألو أيوة سامعك يا أبو راشد. يعني طب أنا أروح فين؟ يعني رحت كل جمعيات الخيرية الشيك بقدم الشيك مثلا يكون قيمته 12000 ادوني منه 3000 يعني كتر خيره معي تنمية إيه؟ المجتمع انما انا بسلم فلوس أختي وبصرف على ثلاث اطفال إيه؟ اختي وانا هعمل ايه؟ اختي العزيزه وين ابوهم؟ يعني يعني موطنين اخدهم وامشي. ابوهم وين معلش؟ ابوهم عليه تعميم انا معممه عليه عشان خاطر النفقه زين اخدهم وامشي من بلدهم والله يا اروح بيهم مصر بلد ايش فيها؟ الدنيا ضيقه عليا هنا زين معلش بعد الجزاهم يعني داخل عليا رمضان عجافه بمركز الشرطه داخل رمضان عليا الجماعه بعد الجماعه جزاهم الله خير يعطونك 50000 درهم بدل سكن. كثر الف خيرهم كثر الف خيرهم والله بدعي لهم. هذا المفروض مسؤول عنهم ابوهم يا طويله العمر ماشي وابوهم مسؤول عنهم ابوهم عليه تعميم احنا نعيش فيه. ابوهم عليه تعميم انت معممه عليه ولا معممة عليه بالنفقة بقاله 8 سنين ما صرفش عليهم. زين يا طويل العمر ما دام ابوهم موجود بعد الهيئات ما تقدر الله بسم الله جزاهم الله خير هيئة تنمية 8 سنين ما صرفش عليهم. طب اطلع من السكن يعني اسحب فايلات انا عندي بيت ابويا في مصر اسحب فايلاتهم وامشي هناك. والله تبين تمشين يا طويلة العمر اللي انا في بلده ارفع اعيشهم على عيني وراسي طويلة العمر ولكن الان هني اللي مسؤول عنهم في المقام الاول مسؤول عنهم ابوهم. لو ابوهم ما موجود الدوله ما بدها ابوهم عليه تعميم ابوهم عليه تعميم وعليه شكايات بسوء نيه وعليه اواجب كثيره. طويله العمر هذا هو يتحمل مسؤوليه التنميه طويله العمر
الان هيئه المجتمع انت تقولين ما مقصرين يا جزاهم الله خير. لا ما اثروش، انا ما قلتش ان هم اثروا، هم ما اثروش فيا. انا عيالي من المتفوقين، يعني انا مش عارفه اروح فين، عمال اقول يخلصوا الدراسه واخد فايلاتهم وامشي. يعني من يصرف عليك؟ من وين؟ 17000. من وين تصرفين؟ بسلم الشؤون لنفسي، بصرفها على عيالي بقالي. يعطوني الشؤون الاجتماعيه زين جزاهم الله خير، لان اذا ابوهم موجود وقادر على العمل زين ما يعطونهم شؤون الاجتماعيه العيال، لان لازم ابوهم هاي مسؤوليه ابوهم. بدون شؤون لي انا عندي جوايز، بدون شؤون لي انا زين بصرفها على عيالي، والحمد لله مكفياني موفياني كتر الف خيرهم الحمد لله. ومؤسسه زايد مش مقصره، مؤسسه خليفه للمساعدات الانسانيه بتدي عيالي كوبونات للملابس في المدرسه وللشنط وكل شيء، اللهم لك الحمد. الحمد لله. نعمة نعيش فيها. زين. أنا ما قلتش حاجة. زين. بس النعمة دي تكمل لما أنا يكون عندي سكن. زين ترى طويلة العمر يدفعوا لك 50 بدل سكن 50000. والباقي أتسجل أنا بيه؟ لا طويلة العمر معلش، أنت لازم تشوفي لك سكن أقل على الأقل يوصل 50. طب دلوقتي حل مشكلة إزاي اللي هي بتاعتك؟ والله يا طويلة العمر الآن أحل مشكلتك، مشكلتك باقي عليك كم من ألف قلتي لي؟ 17000. باقي عليك 17. ما أوعدك. لا تقولين وعدني، ما وعدك، بشوف. إيه. أنا بس أكلمني أي جمعية خيرية أنا حاطة ورا. طويلة العمر جمعيات، الجمعيات الخيرية معلش، أنت تين تطلبين 17000 جمعية مش شرط تعطيك 17000، لو يعطونك 1000 واحد من الجمعيات 3000 كثر خيرهم. إيه مو بشرط يعني أنت تطلبين مليون يعطونك مليون على سبيل المثال يعني، أو تطلبين 17000 يعطونك 17000، لا الجمعيات الخيرية عندهم موازنة يا طويلة العمر، ما يصرفون على وحدة، يصرفون ولهم التزامات. زين؟ وهذه المصروفات اللي يصرفونها لك على حسب استطاعتهم، ما يقدرون كل واحد اللي يبغي اي مبلغ يعطوني اياه بيفلسون ورا باكر. يا ابو راشد الايجارات غاليه، يعني الواحد جاله الضغط والسكر من الايجار الغالي، نروح فين؟ اقول لك دوري لك ايجار ما يفوق ال 50000 درهم. فين ده ب 50؟ والله عاد انا ما ادري، انا في النهضه كله على 120 و90 الف. فين؟ أنا معايا 3 أولاد، أحطهم فين؟ في استديو؟ عندي ثانوية عامة السنة دي، وعندي 5 ابتدائي وكلهم ما شاء الله من المتفوقين. بفضل المؤسسة برضه، مؤسسة خليفة، الله يا رب يطول بعمره، لو هم بيرعونا وبيساعدونا وبيصرفوا على عيالنا، عيالنا فكرة تبقى فاشلة. الحمد لله. الحمد لله. يا هلا وسهلا فيك اختي العزيزه، اذا في امكاني ان شاء الله فالك طيب، هذا اللي نقدر نساعد فيه بنساعد، لكن يعني ما بشرط مثل الجمعيات الخيريه ترى ما بشرط يعني سد المبلغ كله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الو، هاي تقول يا طويل العمر باري يقول لك، يقول لك محطة الوطني الأرصاد يقول لك في سويحان تسجل قبل قليل 49.4 درجة مئوية، ما في عندنا مشكلة الحمد لله رب العالمين، اللهم أجرنا من حر جهنم يا رب ونار جهنم، هذا الحمد لله في عندنا مكيفات، اللهم لك الحمد والشكر الحمد لله. هذا أبو داود، يا أهلا وسهلا فيك يا أبو داود، إن شاء الله يقول عندي صورة قديمة باسم أبوك راشد بن خصيف حاكم عجمان الشيخ راشد بن حميد النعيمي، هل هاي لوالدك؟ نعم هو هذا والدي، الله يطول عمرك خليك جزاك الله خير، بتواصل ياك إن شاء الله عشان الصورة، يمكن موجودة عندي بعد الصورة. نعم زين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ألو. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أبو راشد. يا هلا. كل سنة وأنت طيب أبو راشد. بخير صحة وسلامة يا طويل. الله يخليك. كرم، كيف الحال؟ أخوي علي يا ربنا يخليك أبو راشد. حياك الله. أهلا وسهلا فيك. كل عام وانت بخير يا رب. انت بصحة وسلامة. ابو راشد في ملاحظة صغيرة الله يخليك. قول يا كرم. امبارح كنت في الصناعية 2 عند بتوع السكراب اللي بيعدموا السيارات القديمة. نعم. بشتري غرض. شفت منظر ممكن عارف يحد من الحرايق اللي بتحصل في الصناعية. نعم. قلبين السيارة على جنبها، مولعين النار بيقطع السيارة حتت، والتانك بتاع البترول عمال يسقط بترول من ورا. قلت له يا ابني كده غلط، يقول لي لا لا ما عليك ما عليك. فياريت حد يراقب الجماعة دول.
على اساس يحدوا موضوع الحرائق يا ابو راشد. مش عارف بقى مين اللي مختص بالموضوع ده، ولا البلديه؟ الدفاع المدني سيء جدا يا ابو راشد. الارض كلها زيت وبترول، وهم شغالين بالاكسجين بالنار بيقطعوا السيارات، وعارف ممكن تسبب خسائر فادحه يعني. بس هاي ملاحظتي يا ابو راشد. الله يجزيك خير يا اخي. ربنا يخليك يا كل سنه وانت طيبين. وانت بخير وصحه وسلامه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الله يخليك. الله يخليك. السلام عليكم. السلام عليكم. صوت الرادة ولو تكرر. السلام عليكم. ألو. هلا. هلا والله. ألو السلام عليكم. هذا يقول رد المكتب الجديد. ألو السلام عليكم. يا هلا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا هلا وسهلا يا أبوي. كيف الحال يا أخوي؟ الله يطول عمرك ويبديك. خير الحمد لله. يا أخوي عندي شكوى. الإسعاف الوطني وشكوى على مستشفى الغاصمي. نعم. عندي أول الله يسلم تاريخ 15/4 سوت الحرمة حادث على طريق زبير الرفيعة. نعم. طايح. نعم. وطاحت الحرمة طال عمرك ساعتين وشين تريا الإسعاف التي ما بغينا نشلها لأن عندها كسر في العمود الفقري. نزيل. نعم. تقريبا ساعتين بالضبط لين ما جت الإسعاف. شلوها بالإسعاف على مهلهم. ليه وصلوا مستشفى الغاصمي؟ الحين الحرمة لو عندها نزيف من اللي بيحركها؟ شو اللي بيصير؟ الإجراءات هذه الحين الإسعاف ما يدل مكان وين؟ المهم خلصنا نحمل الإسعاف الوطني أردينا على مستشفى الغاصمي، خذوا له الإجراءات اللازمة على قولتهم. تاريخ كم هذا كان خالي؟ تاريخ 15/4. 15/4. نعم. دخلوها مستشفى الغاصمي. كملت لها تقريبا 6 أيام عندها في المستشفى، اللهم مسكنات. أسأل الدكتور، دكتور شو بتسوي؟ في شيء اللي بتعالجونها؟ قال لا والله العمود الفقري روحه بيلتحم. قلت له كثير ضاغط على النخاع. قال لا والله روحه. رمسنا شو اسمه دكتور مختص بالأعصاب. قال لا والله هذه ما عاد تمشي ثاني مرة. يا دكتور إذا أنت ما سويت شيء كيف أنت تحكم على شيء أنت ما سويته؟ مفروض أنك تسوي له عملية. طلعت من هناك فضل من الله، الله يطول عمره، شوفنا ما قصروا. طلعت من هناك شليت التقرير وصلت مستشفى زايد العسكري، قدمت لهم قالوا لي الإجراءات عندنا يومين لما ناخذ الموافقة، وجزاهم الله خير ما قصروا. نفس اليوم ردوا علي وقالوا لي باكر تكون حالة عندنا. دخلوها وصلنا هناك سوينا الإشعاعات. قال لي الدكتور هناك الله يذكره بالخير ويرحم والديه، قال لي المفروض أول يوم تسوي العملية لأنه كان ضاغط عليها 6 أيام، واليوم السابع اللي وصلت هناك اللي هو سوي لها العملية كان مضغوط على النخاع الشوكي. الحمد لله سوى العملية، بدل فقرة كاملة، زرع لها تيتانيوم، حط لها تيتانيوم، والحمد لله بدأت تتحرك الحين أعصابها الحمد لله. السلام. ريول التحرك بس بدون إحساس، الإحساس خفيف. الحين أنا بسأل هل كدكتور يعطي أمر بالطريقة هذه يتكلم بالشيء هذا هو ما سوى وما راجع الحالة ما سوى عملية؟ يعني 6 أيام حرام مريض يطيح 6 أيام تتعطي مسكنات، فقد الأمل في حياته مهما كان هذا الإنسان. الحين طايح عندهم 6 أيام ما في مراعاة. يا أخي إذا أنت ما تقدر تستقبل حالة يا أخي قل لي يا أخي يا فلان كل مريض وده أي مستشفى قريب. أنا كانت مسوي عملية في مستشفى خليفة في عمان جزاهم الله خير، قلت لهم عندها التقرير الموجود قبلاني اللي مسويتنا اللي زارعتنا تيتاني بعد كان عندها فقرة مسويتنا عندهم. قال نحن والله ما نقدر ندخل الأمراي المقطعية لين ما تيبلنا والله شو المادة اللي حطتنا. قلت له أنت بويها مستشفى واحد وكان مستشفى غاسمي وكل وزارة الصحة كابل وزارة الصحة ومربوط وياكم. جبت له المهم الأوراق ماشي ماشي يا رب ملفات للمستشفى للمستشفى غير زين. الحين أنا الحمد لله أول من الله، الله يطول عمره، شوخنا ما قصروا ووفروا كل شيء لها في مستشفى زايد من الألف للياء الحمد لله رب العالمين. زين بس أنا أسأل الحين لو واحد غيرها الحين طاح بعد مكانها هل بيتم معاملته بالطريقة هذه؟
حرام. انا الحمد لله عندي قدرنا نوصلها مستشفى زايد. ما يقدر يشير كيف؟ شو يسوي اللي ما يقدر؟ ما بحرام هذا يا اخي؟ انت الحين ياك حاله ما تقدر عليها يا اخي. قل له ود انا كنت بامكاني وديها مستشفى خليفه عجمان، هو عارفين حالته قبل، يقدرون يسوون لها عمليه، عندهم الحمد لله الموارد وعندهم دخاتره زينين. يا اخي اذا انت ما تقدر يا اخي قل لي ودي مستشفى خليفه ثاني يوم. حتى الدكتور هناك كلمته قال لي ليش ما جبتوها لي اول يوم ولا ثاني يوم؟ بس هذه الرساله اللي بغيت اوصلها، وان شاء الله انا يسمع الشيخ سلطان ويلاحظون على الفتره هذه يعني الاسعاف الوطني. انا اتصلت لشرطه الزيت قالوا لي والله لو عندنا الحين مختصين خلال نص ساعه انا عندك بالكثير من الزيت بجي. بس ما عندهم مسعفين مختصين، ما عندهم الحين. ترى استلم الاسعاف الوطني، هو استلم. ايوه استلم الاسعاف الوطني. الاسعاف الوطني طال عمرك ما في مواطن فلبيني يسوق لي اسعاف يا اخي، دراها وين بتوصل هذه؟ المفروض يراعوني ويطلبون هل الدار هل البلد هذه اللي عارفين المناطق هم اللي ادرى. وهذا اللي عندي. ما 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 اسعاف الوطن الله يطول لي عمرك طويل العمر. نعم يا اخوي الحمد لله على سلامه ام العيال اول شيء يا طويل العمر، ما اشوفهم شر ان شاء الله. الله يسلمك والله يعافيك الله يخليك. والحين تبغي الحمد لله تبغي يوطنون الاسعاف الوطني. الحمد لله الحمد لله. العين في المستشفيات ما عندنا ممرضين، تدورهم بالقطاره ما تحصلهم. صحيح صحيح. ما الله خلى على الله يا طويل العمر. القسم اللي فيه كانت هي من اول ما في مستشفى القاسمي ثلاث ممرضات والله العظيم انه نصيحه. عندنا 20 مريضه في القسم، 20 مريضه والله يصيحن. يقول حرام نحن ثلاث شو بنسوي؟ هاي المشكله، عدد المرضى وايد. الله المستعان يا سيدي. الحمد لله الحمد لله. الله يطول عمره شوفنا ما قصروا. امين امين الحمد لله. جزاك الله خير. الله يطول عمرك. الله ما تشوفون شر ان شاء الله. تستاهل سلامه ام العيال الله يعافيه ان شاء الله. بالسلامه يا ابوي. جزاك الله خير. انت بخير اخوي. الله انت بخير وسهلا ان شاء الله. يا هلا وسهلا. جزاك الله مع السلامه. خبرت النابود مستشفى القاسم. ها زين الاسعاف الوطني. الاسعاف الوطني بيسوي مركز الحين، بيكون المركز الرئيسي في عجمان. مركز المبنى المركز الرئيسي بيكون في عجمان. بس والله أنا أشوفهم يعني شغالين جزاهم الله خير. يعني ممكن أوكي ممكن تأخروا أو شيء، ولكن لظروف ما ندري بها، ولكن أنا أشوفهم شغالين في كل مكان، في كل الحوادث، في كل الله بس. إلا إذا ما يدلون يستوي، إذا ما عندهم الأحداثية يستوي. تأخرون ساعتين ساعتين وايد، لأن هم موجودين في الدفاع المدني في عجمان. هني مركز الآن متواجدين في الدفاع المدني في عجمان. عندك في الريدسون بلو الحين اسمه ولا العوي، ريدسون بلو المعواي موجودين هناك بعد تلقاهم. هناك مركز عنده في المعواي ريدسون بلو. خبلوا ابن اول انتر ريدسون ساس الحين ريدسون بلو، كل يوم الاسم اثبتوا على اسم واحد عشان اكن زين. احنا عارفين المعواي وخلصين خلصين فاركين عمر. صباح الخير غادة، كيف الحال؟ شو اخبارك؟ مبروك على الطلة من الاستوديو. والله يا طويلة العمر يقول لك اللي ماله جديم، اللي ماله جديم ماله يدي، بس التطور لا بد منه. ومن فات قديم وتاه. صحيح. وانا دائما احن للماضي، ما في شك. اي نعم احن للماضي واحن الرجوع للاصل المهم، واحن للاستوديو القديم لاني قضيت فيه مراحل طفولتي. صحيح صحيح صحيح. الله المستعان. والله ان شاء الله تواصل عطائك وانت رجل العطاء يعني من خلال الاستوديو الجديد، وعساهم على القوه ابو محمد ما قصر استاذ عبد الله مراد وكل الايقونات العطاء اللي معاه، وان كان ابو فيصل ولا ابو احمد، اقسام الاي تي والترانسميشن الهندسه كلهم كانوا يعني في خليه نحل بصراحه، فطلعوا بهذا الاستوديو الراقي الجميل. وان شاء الله تواصل عطائك انت من خلاله مع كل الاحباب اينما كانوا، وانت رجل ما بتقصر يعني. ان شاء الله ما يقرصنا نحن. كلمهم. هنا الرابعة، اخبار العالم من 107.8 اف ام راديو الرابعة. شكرا زميلي وراشد، حياكم الله مستمعي مشاهدي الرابعه اينما كنتم. في اخر الاخبار، سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجيه
يبحث تعزيز التعاون الثنائي مع وزير خارجية لاتفيا الزائر. معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي يؤكد أن دولة الإمارات تفخر بريادتها وبسجلها الناصع في احترام حقوق الإنسان. وفقا لشرطة دبي، ضبط 82 مركبة قامت بعمليات استعراض وسباقات، وست مركبات بدون أرقام حاول الصدم دوريات للضبط المروري ومخفري الهباب والفقع. الهيئة الاتحادية للموارد البشرية تطلق النظام الإلكتروني لتخطيط القوى العاملة في الحكومة الاتحادية. الاتحاد للطيران الناقل الوطني لدولة الإمارات يحث الحكومة الأمريكية على ترك الأجواء مفتوحة، وذلك في إطار الرد الرسمي الشامل للشركة على الحملة الهجومية التي تشنها ضدها كل من دلتا إيرلاينز ويونايتد إيرلاينز وأمريكان إيرلاينز بهدف إغلاق باب المنافسة وإلغاء الفوائد المتحققة بفضل سياسات الأجواء المفتوحة. صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله يصدر القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2015 بشأن مكافحة المواد المحظورة في مجال رياضة سباقات الخيل والفروسية، كما أصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المذكور. أبطال الثقة يتألقون في بطولة سويسرا الدولية لألعاب القوى. في آخر أخبارنا، هيئة الطوارئ والأزمات تدعو جميع أفراد المجتمع على اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة في ضوء ارتفاع درجات الحرارة وتجنب التعرض إلى أشعة الشمس. بعد الفاصل عودة لزميل راشد في مساحات حرة للتواصل معكم والرابعة والناس، وفالكم أي خيب إن شاء الله. حياكم الله. كنتم مع الأخبار من 107.8 FM راديو الرابعة. مفاجآت افتتاح الفرع الجديد لفيربونت لمفروشات الفنادق والمنازل في شارع الشيخ زايد البرشاء. العديد من التصاميم الإيطالية والمفروشات التركية بتوفير حتى نصف القيمة طوال العام، والآن تنزيلات حتى 75%، إضافة إلى فرصة للفوز بغرفة نوم مجانا لأحد المتابعين على صفحة فيربونت على الفيسبوك. فيربونت لمفروشات الفنادق والمنازل، دبي البرشاء. هاتف 043-380-68 8-7-4. احجز غرفتك في أي من فنادق ميلينيوم وكوب ثورن الشرق الأوسط واستمتع بوجبة الإفطار والغداء أو العشاء مجانا طوال فترة إقامتك. العرض حتى 15 من سبتمبر. للحجز زر millenniumhotels.ae/eat4free. تطبق الشروط. سمعنا بس ليمون مو طيب، وهذا بعد ما احب يلسته. حمد، شو قصتك تقلب باسماء المطاعم؟ يا اخي جاييني ضيوف من برا البلاد وابغي مطعم زين يبيض وجهي. هاي سهله، خذهم على مطعم بابلون العراقي، عندهم اشهى الاكلات العراقيه وباجواء عائليه روعه. عندهم الباتشا والغوزي والبرياني، وبعد عندهم الدولمه والسمك المسقوف والكباب العراقي مع خبز التنور. مطعم ومقهى بابلون الممزر دبي بولينج سنتر. للاستفسار 04-266-2100. فولكس واجن تهنئكم بحلول شهر رمضان المبارك، وتقدم لكم عروضا مذهلة على سيارات فولكس واجن المفضلة لديكم، مع إمكانية توفير حتى 40,000 درهم وصيانة مجانية لمدة 3 سنوات أو 45,000 كيلومتر، بالإضافة إلى ضمان لمدة 5 سنوات وتسجيل مجاني. تفضلوا بزيارة أقرب معرض من معارض النبوذة للسيارات لحجز سيارتكم المفضلة اليوم. تطبق الشروط والأحكام. فولكس واجن داس أوتو. استمتع بالانتعاش الحقيقي مع مشروب بي أس لأول مرة في العالم العربي. بي أس مشروب من خلاصة الحبة السوداء وبطعم الكولا. بي أس مشروب غازي منعش بسكر أقل. تمتع بفوائد الحبة السوداء مع بي أس كولا. الرابعة والناس يأتيكم برعاية رويال للمفروشات، قيمة مذهلة كل يوم. مبردات بورتاكول الأمريكية المتنقلة، راحة يعتمد عليها. عالم فيراري أبوظبي، إن كنت تحلم بها يمكنك اليوم أن تقودها. مستشفى أوريانا بالشارقة، رعاية صحية متكاملة. يقول المايدي أبيات الشعر، ترى بنيانها عنوان ما بي، يذكرني يا لي مني طلعت على درب رفيع البنيان أبي، تلي بالريح من كل الفيول،
تنسف الشرادي والغرابي وذكرني هواي وزاد ما بي حمام النحفير وسروابي حمام فيها مختلف اللحون ولي عن مستلي عوشي رابي في الماضي درابي على دهر مضى لي من زمان رعاك الله يا عصر التصابي ربينا في بهيات الشباب على حلوة رعي واحتلابي وداري شرهة الخل الودود هو ينوي الصدود وما درابي تبدل عقب ذاك الحال حال عتاب والقلوب بلا عتابي نايبات عن الأولاف وابتعد المدابي وكم من صاحب عندي ظنين تنايت به أرجابه عن أرجابي بحيث نعاين الطلب اللحوق وحل البوم في مير الغرابي على راسي فقلت انه يلف غشالي مفرقي ويا النقابي بليت بهمة ما استطعها عشيه ينتهي عني شبابي تسير أنا باك ربيع أخواك ماذا ينقف أبي تخليني لمن لا أهتويه يجوز المستجير بلا مثابي أبا مع هالهزيمة قالت أم بغينا بانه شيلاه ما أبي فقلت الشيب كيف الشور فيك فقال الصبر منك ولا تهابي داك المشيب فكم قبلك وانت من الحسابي ولوه ينفدا كان هم فدوه بحد السيف والطراف الحرابي فقلت اللي انت صلحك ما يدوم ولو صافيت في كل انجلابي جهاله من عطاء كسر رحال على غرات قلب مستذابي اللهم رب هذه الدعوة التامة
والصلاة القائمة، آتي محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف